يلا تسمي خلي الابتسامة افتحي اوعى تسكري انت بتفكري انك عم تفتحي بس تكون عامله هيك ايه هيدا هي مشكلتي بقى لا اقول شو هون هون كله كله عزبالي يلا ما تسكري لكو صار احلى صوتا يلا سكرتي غيرتي كل كاسم تمك كله بالنغمات رني رني بسكرتي تعلمني بقى مي صح حستي؟ ايه مي مين بده يفتح الآن؟ هالقد لا لا راح تبقى عملت ايه؟ بس من دون ما تسكري ايه يلا مي اطلعي دغري ما تسكري بس سكري بترجع لورا بس تسكري بترجع لورا تسمع ونفس مي ليك كل الكنترول بدي اياه على فتحة الآ شو فهمنا؟ يعني بتحضري تتفتحي الآ هالقد أول وحدة يلا أوكي. مي طب ليه سكرتي هلا؟ قفلتها في الآخر طب فتحنا نحن ونازلين منسكر دغري أما ننطر تنوصل لتحت منسكر أوكي تسمي مي وطي راسك بليز تسمي مي افتحي الآ أول آ مظبوطة الثاني عزلعين ليكي حطي كنترول انه أول آ بدي افتحها هالقد يعني تيني مي ما كنت بعرف انه لازم اطلع بصوت الراس بدك توصليها بصوت الراس جا عيديها مي ما تسكري ايه بدها نفس بدها قوه بدها ناكل منيح يلا كمان اسمعوها رجعي لنا نفسي ورجعي خدي مي دخت دختي بعد وحدة اوكي مي خدي نفس خدي نفس إلك حق تاخدي نفس مع ليه بالبداية مهم توصليهم بركي عندك غنية ونوطة عالية بدك تعرفي تبلشي توصلي ايه بصوت الراس ايه يلا مي ما ترخي ما ترخي مي راح مي مي بمسكها مي حكيلي لايك هن يلا مي مش ممنوعة مي راحت
يا ميها بنتي ما في سلو موشن ميها ديركت سينو بتمرقي بخطورة إذا بتروحي شوي شوي بتمرقي من الزلعيم ومن الجتيرال كل شيء ومن النخير لما بتفتحي دغري بتتخطي كل هول ديري ميها من زلعيمك أول آ والتاني يلا نانو المي ديري ميها وطيلي راسك تما يجوا كلهم لورا ميها برافو هي وطي راسك ميها شفتي شفتي يا صح اما لا وهيك عم بيصير بالبرايم وبالإيفال يلا خلص يوم خلص حذري لي برافو حرام تعبي بس بهالطريقة بدك نغني وشوفي وين بتصيري بتروحي لبعيد بعيد البعيش بيذكر التاني انت يلا عزوز مالي فضل ياخد وقتي بس كل واحد يفهم شو عم بيعمل هلا عزوز كيف بده يغني